بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب، وما زلنا نتكلم من خلال هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله وباب علامات النبوة في الإسلام. قال: باب علامات النبوة في الإسلام، وذكر العديد من هذه الروايات التي تدل على هذه العلامات. وكان أول ما تكلم به هو في مسألة تكثير الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم، تكثير الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا من خلال هذه الروايات التي ذكرها الصحابة رضي الله عنهم. وتوقفنا عند رواية عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولثتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة رضي الله عنه: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم؟ ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء الله أن يقول. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة. فأكل القوم كلهم شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. أيضا تكثير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا من المعجزات التي أيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا: ما من نبي بعثه ربنا سبحانه إلا وأعطاه من المعجزات ما على مثلها آمن القوم. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى منح ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذه معجزات حسية، ده بالإضافة إلى هذه المعجزة التي ميز بها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي القرآن. في هذه الرواية أيضا بيبين تكثير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه. فكما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قال أبو طلحة لأم سليم، أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أبو طلحة زوج أم سليم لأم سليم رضي الله عنها: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. قراءة، قلنا قراءة من خلال الأحوال ومن خلال القرائن، هذه قراءة أبو طلحة رضي الله عنه لحال النبي صلى الله عليه وسلم، يشعر بوهم في صوته، بوهم في صوت، ترجم ذلك أنه أعرف فيه الجوع، أعرف فيه الجوع من خلال الصوت،
ونادي كلها بتبقى قراءة للإنسان، تقرأ من خلال صوته، من خلال نقول حركاته، من خلال الوجه، يبقى نقرأ ما عليه ذلك الإنسان، ودي بتبقى فراسة المؤمن، هذه فراسة المؤمن كيف يقرأ هذا الأمر. فأبو طلحة رضي الله عنه قرأ ذلك من خلال صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، وهم ما كانوا يملكونه من طعام، أخرجته أم سليم رضي الله عنها، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي، ولاثتني ببعضه، يبقى بعض جزء من الخمار كده لفت فيه الخبز، وجعلته تحت يدي أنس بن مالك، وقال ولاثتني ببعضه، لفته ببعضه، بعض الآخر، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا طعام يكفي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال فذهبت به، فوجدت، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، أنس بن مالك رضي الله عنه قام عليهم، لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبز لأنه قليل لا يكفي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان خبز قليل، طعام قليل، وكان المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يكفي إلا فردا. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قوموا، يعني قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم. يبقى كل هذه الطائفة التي كانت بتجالس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا، ثم انطلق إلى بيت أبي طلحة رضي الله عنه. قال فانطلق انطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. يبقى نقول كان يسارع الخطى عشان يكون في تنبيه لأبي طلحة رضي الله عنه، يحكي له ذلك الموقف. فقال ثم جئت حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، يعني حيضيف الكم الكبير ده إزاي، ليس عندنا طعام ما يقدمه هؤلاء الضيوف. فقالت الله ورسوله أعلم، هذا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، تصرفه يعني عن حكمة وعن تعقل، فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده أيضا من الأدب، خرج لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، يعني ما فيش حتى خبز زائد، ولكن أتت بذلك الخبز الذي لا يكفي إلا فردا، قلنا أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هذا خبز يعني يشبع فردا واحدا. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، يبقى كده كسر الخبز، وعصرت أم سليم عكة، كان عندها كده يعني بقايا من السمن فأدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول. يبقى بعض كده السمن، الواحد بيبقى إن كان السمن بيضعه في وعاء وينتهى السمن، بيبقى كده نقول يبقى في حواف هذا الوعاء تجد يعني بعض أو أثر لذلك السمن، فهي عصرت عليه يعني بقايا ذلك السمن، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، يبقى دعا بالبركة في ذلك الطعام. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. يبقى كيف أيضا من هذه المعجزات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تكثير الطعام بين يديه، طعام يكفي لفرد واحد، ولكن كان تكثير ذلك الطعام ببركة دعاء النبي
صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من المعجزات التي أيد الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية بعد ذلك عن علقمة رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، قال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور، حي على الطهور المبارك. قال: والبركة من الله. فقلت: لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. كان أيضا يعني يسمعون تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الآيات بركة، يبقى دي كلها كرامات ومعجزات أيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعدونها تخويفا، يعني كأن هذا الأمر نزع، يعني هذا الأمر نزع. والبركة دايما بتبقى كأثر للإيمان والتقوى، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والبركة دايما في اتباع السنة، البركة في اتباع السنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإنسان لو طعم طعاما فلا يأتي إلى المنديل، ولكن يلعق الأصابع أو يلعقها، فإنه لأنكم لا تدرون في أيه البركة. يبقى الواحد لما بيجي يطعم الطعام كده بيبقى كده أثار هذا الطعام بتبقى بتعلق بأصابعه. فقال لنا أن احنا ما يتمش مسح اليد كده، ولكن يلعقها أو يلعقها، إما أنه يعني يلعق هذه الأصابع أو يلعقها لمن لم يأنف من ذلك. قال: فإنكم لا تدرون في أي البركة. يبقى ممكن البركة تكون في هذا الأثر الضئيل من هذا الطعام، يبقى ممكن يكون فيه البركة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قد يكون البركة في نهاية الطعام الموجود في الوعاء. إذا قدم لك طعاما فعلى ذلك بتأكل الطعام، قد البركة تكون في آخر ذلك الطعام، لا ندري أين تكون البركة، لكن البركة دائما في اتباع السنة، البركة دائما في اتباع السنة. ولما يكون الإنسان قاصد للسنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي للاثنين، طعام الاثنين يكفي لأربعة، طعام الأربعة يكفي لثمانية. كله ببركة السنة، بركة الاتباع، يعني لو الطعام نفس الكم، ولكن ده ببركة السنة، بركة الاتباع. يعني ازاي هيبدأ ده طعام أربعة يكفي ثمانية؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتباع السنة يعني الإنسان يراها كده لما يكون في حالة من العطش الشديد، حالة من العطش الشديد، يعني انظر كده لما هنشرب بهذه الصفة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب بها، يبقى إطعام لما يشرب يبقى كان يتنفس شرابي ثلاثا. وشوف لما هو نفس الشخص لما تجرع الماء على جرعة واحدة، يبقى مع تجرع الإنسان بهذه الصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيحقق الري، ويحقق أيضا يعني بيستفيد بها الجسد، وهي كما قال كان يتنفس شرابي ثلاثا، يقوله أروى وأبرأ وأمرأ، يبقى أروى وأبرأ وأمرأ، غير لما يدفع الماء كدفعة واحدة إلى المعدة. يبقى من الممكن يصاب الإنسان بتعب غير ذلك، نعم ده أبرأ، يبقى عشان حتى لا يصاب الإنسان، يبقى المعدة خوية مثلا وبالتالي تجرع الماء كنتيجة العطش الشديد، ولكن لما يتجرع بهذه الصورة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم ما في هذه الصورة عندما نشرب بهذه الصورة، قال هو أروى، يبقى تحقق الري. اهو انا بنشرب عشان ارتوي، كيف احقق الري بهذه الصوره؟ كان تنفس شربي ثلاثا، اقول هو اروى وابرا وامرا، يبقى اروى ادي بنحقق الري، وابرا قلنا مخافه لو دفع الماء كدفعه واحده الى المعده قد يصاب الانسان بتعب، وامرا اي ان الجسد يستفيد من الماء بهذه الصوره، زي ما نقول مطرح ما يسري يمري،
ما يسري يمري، أي يظهر بركة هذا الطعام وهذا الشراب على الإنسان. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي لنا ذلك ويقول: فأنا أتنفس شرابي ثلاثة. ده حال الصحابة رضي الله عنهم، مش حيروي حديث كده وهو لا يفعل هذا الحديث في واقع حياته، لا، ده كان الصحابة يفعلون ذلك في واقع حياتهم. لذلك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس شرابي ثلاثا، قال ويقول: هو أروى أبرى أمرا، فأنا أتنفس شرابي ثلاثا. يشرب أيضا بنفس الصورة التي كان يشرب بها النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى، طب لو شرب كدفعة واحدة كده، كجرعة واحدة، نقول على ذلك يبقى لا حرج في المسألة، مش هيأثم يعني، مش هيأثم. يقول لك يعني يأثم لو شرب كده، لكن طب إيه اللي ميخليش أتبع السنة؟ والسنة تحقق لنا ما دفع الإنسان للشراب من أجله، وهو العطش. يحقق لي الري ازاي اهو بهذه الصوره، والكم اللي احنا نشربه بهذه الصوره اقل من الكم اللي بيشربه الانسان لما يشرب الماء كدفعه واحده. يعني كدفعه واحده هتجد لا، ده الماء اللي احنا بنشربه بهذه الصوره بس بالكيفيه التي كان يشرب بها النبي صلى الله عليه وسلم. في بركه في اتباع السنه، يبقى بركه، يبقى طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الاربعه، طعام الاربعه يكفي الثمانيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده ببركه اتباع الانسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البركه دي يبقى كنتاج او ثمره لاستقامه الانسان على امر رب سبحانه وتعالى. ولو ان القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يبقى البركه تاتي ازاي؟ ادي بالايمان والتقوى، واستقامه الانسان على امر رب سبحانه وتعالى، باتباع الانسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نعد الايات بركه. هذه الآيات دي آية من الآيات، هذه الكرامات وتلك المعجزات، وأنتم تعدونها تخويفا، وما نرسل الآيات إلا تخويفا. ما دي كلها آيات، يبقى آية بيبقى فيها تخويف الإنسان، وبالتالي حتى يرتدع وحتى يعني يعود لكي يصح المسار ويستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى. قرأ الآية هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا حياتي، فاذا رايتم ذلك قال فافزعوا الى الله بالصلاه، فافزعوا الى الله بالصلاه. يبقى ايه من الايات، وما نرسل الايات الا تخويفا. يبقى ازاي نقرا زلازل او مثلا هزات ارضيه او كسوف او خسوف، ازاي نقرا؟ يبقى دي ايه للتخويف، فلذلك افزعوا الى الله عز وجل بالصلاه. ودي ايه ايضا، تكثير الطعام بين يديه، ايضا تكثير الماء بين يديه، نبع الماء بين اصابعه. يبقى ايات كرامات معجزات. فلذلك قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال اطلبوا فضلة من ماء، ماء هاتوا ماء قليل كده، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. تطلب منين؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى، لكن لها أيضا يعني مقومات. عشان نطلب البركة دي يبقى محتاج أن أصحح إيماني وأستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى حتى يبارك لك. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن من علامات الساعة تقرب الزمان، تقرب الزمان، حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحترق السعف. فقالوا أنه هو تقرب حقيقي وتقرب معنوي. تقارب حقيقي فعلا احنا هنشعر كده بتقارب الزمان، الايام بتمر كده، والاسابيع بتمر، والشهور والسنوات بتمر سريعه. ما كانش احنا يعني عادتنا في هذه السنوات كده او في هذه الايام كده، نجد اليوم يعني يفر فرارا كده. يبقى دي التقارب الحسي. والتقارب المعنوي قال ان ينزع البركه من الوقت. تنزع البركه من الوقت. يبقى حتى لما انت تؤدي بعض الاعمال، يعني انا لا اشعر اليوم، يعني العمل ده كنا بنؤديه في بعض الدقائق، يعني بعض الدقائق بنؤدي ذلك العمل، لكن اصبح هذا العمل يستغرق اليوم لادائه. فدي نزع البركه من الوقت. يبقى لما يكون ينزع هذا النزع الحسي، وايضا او يتقارب تقارب حسي، ويتقارب ايضا اللي هو ينزع البركه من العمر. فبركة العمر ذاتها احنا هنعيش قد ايه؟ يعني نعيش سنوات مش طويلة، ولكن مع ذلك يبقى الله تعالى يبارك لك في عمرك، توفق دايما الى السداد في الاقوال والتوفيق في الاعمال. دي هذه بركة، يبقى هذه بركة
يبقى ده كان إضافة إلى عمر ذلك الإنسان. البركة إنك أنت تترك علم بينتفع به، بتترك صدقة جارية، ما كل ده أساسا بيضاف إلى رصيد حسنات الإنسان، بركة. يبقى لما ننظر كده دايما البركة تجدها في طاعة الإنسان الربي، واستقامة الإنسان على أمر ربي سبحانه وتعالى، واتباع الإنسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد كنا قال لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. يعني أيضا يعني هذا الطعام يعني يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هم يسمعون ذلك، هم يسمعون هذا الأمر. طبعا إحنا أساسا من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طب تسبيح الطعام كان إزاي؟ بيقول سبحان الله تسبيح الطعام، ولم يذكر لنا يا ترى ما يعني كان كيف يكون التسبيح، ولكن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ده يقين عندنا كل الأشياء مسبحة بحمد ربها سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسبيح بيبقى إزاي؟ هل يا ترى يعني بيبقى فيه طب لسان وشفتين عشان يسبح؟ يعني عشان نتكلم يبقى بيبقى فيه فم وشفتين ولسان عشان احنا نتكلم، يبقى لكن يا ترى طب تسبيح الحاجات دي ازاي؟ هي تسبح يقينا، لكن يا ترى كيفية الاداء او كيف يكون التسبيح ده امر يفوض الى الرب المعبود سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان اباه توفي وعليه دين، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء، فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، فأوفاه الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. هذه مبارك الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقتل في أحد شهيدا كما هو معلوم. فيقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن أباه توفي عليه دين، كان عليه دين كبير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشفع له عند الغرماء، أن هم إما أن هم يضعوا جانب من الدين، عشان يضعوا جانب من الدين فأبوا إلا أن يوفى ذلك الدين إليهم كاملا. وهذه الروايات مرت علينا قبل ذلك، قال إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله، ما عندوش مال تاني، ما عندوش غير الثمار بتاعة النخل. قال ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، يعني لو قعد سنوات طويلة كده يسدد يعني مش هيكفي، الدين كان كبير، مش هنقول والله ده هو لما يجني ثمار هذا النخل هيوفي، ده يوفي جزء منه، ده محتاج لسنوات طويلة عشان يسدد ذلك الدين. لذلك أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا حتى يشفع له عند الغرماء يسقطون جانب من ذلك الدين، لكن أبوا إلا أن يوفى لهم الدين كاملا. قال ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. قال فمشى حول بيدر من بيادر من بيادر التمر، يبقى البيدر ده المكان اللي هم بيحطوا فيه التمر، ثم فدعا ثم اخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، يعني بعد ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ياتي باب الغرماء لكي يسدد ما على جابر بن عبد الله رضي الله عنه من الدين، فاوفاهم الذي لهم، يبقى سدد كل الغرماء وباقي مثل ما أعطاه، وباقي أيضا يعني فضلة كبيرة من هذه الثمار. قلنا على الرغم من جابر رضي الله عنه بيقول إن هو يعني النخل ده الثمار دي لو سدد بها الدين يبقى محتاج إلى سنوات لكي يسدد ذلك الدين ما على أبيه من دين، ولكن لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الأول توسط عند الغرماء لكن أبوا، يعني أول كده توسط عن الغرماء فأبوا إلا أن يعني يعطيهم ذلك الدين كاملا. فقال على ذلك لما يأتي وقت الجذاذ فانطلق معه النبي صلى الله عليه وسلم فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما
أعطاه، رقي مثل ما أعطاه. يبقى ده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة، أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس أو كما قال. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، أبو بكر وثلاثة، قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو مع الشتيم. قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم، فذهبت فاختبأت. فقال يا غنصر، فجدع وسب وقال: كلوا. وقال: لا أطعمه أبدا. قال: وأيم الله، ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر رضي الله عنه فإذا شيء أو أكثر. قال امرأتي: يا أختي بني فراس. قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه وقال: إنما كان الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم قال: أكلوا منها أجمعون، أو كما قال. فبيذكر أيضا يعني استجابة الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم، طبعا أصحاب الصفة دول كانوا فقراء، ليس لهم مأوى وليس لهم ما يأكلون، يعني لا عندهم مسكن ولا عندهم أساسا طعام يأكلونه، ولذلك كانوا فقراء، وكان يعني ينامون في المسجد. أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس. فقل على ذلك الصحابة الاستجابة الفورية، استجابة الفورية، ده هو طعام يدوبك، يعني نقول لك ده هيكفينا أنا وأولادي بس، لا، الصحابة ما عندهاش كده، يعني الصحابة قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكانت استجابة، بل كان المباراة والتنافس بين الصحابة في هذا الأمر. ما كانوا يسقطون كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانوا يسقطون كلمة، عنده طعام اثنين وياخد الثالث، عنده طعام مثلا أربعة ياخد كمان اثنين معاه. يقول على ذلك الصحابة الاستجابة الفورية، يعلم ما عنده من طعام. وكان برضك الصحابة في حالة من الفقر رضي الله عنهم، ولكن أصحاب الفقرة الصفة كانوا فقراء، يعني فقر شديد. قال لهم ذلك وبالتالي يتفرقون، مش هيتركوا دولت وبعدين هو يذهب إلى بيتي يتنعم بطعامه، لا، يأخذ معه بعض هؤلاء الناس وحتى يطعمون معه من ذلك الطعام. ما عنده طعام اثنين هو والزوجة يبقى يأتي بثالث والطعام يكفي. قلنا دايما بركة الاتباع، يعني بركة الاتباع، يعني نقول الطعام هيزيد، يعني كيف يكون ذلك؟ يبقى نقول لك الطعام هيبقى فيه بركة. تأتي منين البركة دي؟ بركة الاتباع. احنا الصحابة رضي الله عنهم يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير، فابتدرها القوم بشرة، ما فيش جدال، ما فيش أخذ وعطف المسألة. أول ما قال لهم: بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير، قالوا ذلك، فابتدرها القوم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: فأنزل الله عز وجل خواتيم السورة، فيها نسخ ذلك الأمر، وكان من منن الله سبحانه وتعالى أنه كان يؤمن على دعاء الصحابة رضي الله عنه، إن الله تعالى قال: قد فعلت. قال: نعم. فلذلك ده ثمرة الاستجابة، دي ثمرة الاستجابة، دايما ثمرة الاستجابة بتجد الثمرة
يعني في حياتك، في أوقاتك، في مالك، في زوجك، في طعامك، دي دايما بركة الاستجابة بل سرعة الاستجابة. يبقى الآيات كانت بتتكلم وبتقول إن الإنسان هيؤخذ بخواطر النفس. الصحابة لما جت كده يشكون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. فتضرع القوم، يبقى فتضرع يعني مباشرة، يعني كأن ما فيش فجوة زمنية بين هذا الإرشاد والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وبين التزام الصحابة رضي الله عنهم لذلك الأمر. فنزلت بعد كده الآيات، وكان من فضل الله سبحانه وتعالى، ودي من ثمرات الاستجابة اللي احنا استفدناها اللي بتعم علينا احنا بالخيرات. سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم كان من ثمار ذلك، مش الثمرة دي الصحابة اللي استفادت بها بس، لكن احنا استفدنا بسرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم. وإلا كان الحكم الإنسان هيؤخذ بحديث النفس، فرفع ذلك الأمر، الله تعالى يؤخذ الإنسان بحديث النفس إلا أن تكلم أو فعل، إلا أن تكلم أو فعل. فيبقى ثمرة استجابة إيه؟ نسخ ذلك الحكم، فالإنسان لا يؤخذ بحديث النفس إلا أن يتكلم أو يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى وضع عنا حديث النفس إلا أن يفعل ويتكلم، يبقى دي ثمرة استجابة أهو. بس ما تنظرهاش إن دي كانت للصحابة، ثمرة استجابة الصحابة إحنا ما زلنا بنعيش في هذا الأمر، ما زلنا. يبقى حديث النفس إحنا مش بنأخذ بيه. طب الحكم ده نسخ إزاي؟ كنتيجة لسرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى إحنا بنستفيد بيها، استفدنا بيها. يبقى دي حسنة من حسنات الصحابة رضي الله عنهم. وهنا برضك اللي عنده طعام اثنين ياخد الثالث، اللي عنده أربعة ياخد اثنين، وهكذا. وأبو بكر رضي الله عنه فعل هذا الأمر، أخذ جاء بثلاثة كما قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم راجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو مع الشيطين؟ قالت: أبوا حتى تجيء. يعني لما قدمت لهم الطعام أبوا حتى يجيء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويجلس معهم في مسألة الطعام، أبوا ذلك الأمر. فعلى ذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: أقسم أنه لا يطعم ذلك الطعام. قال: أطعمه أبدا، وأقسم بالله سبحانه وتعالى. لذلك هو في النهاية قال: إنما كان الشيطان ثم أكل منها لقمة. هيكفر بقى عن يمينه، يبقى ساعة الغضب ممكن الإنسان كده يتفوه بكلام، وبالتالي قال: لا تغضب، لا تغضب. وعند الغضب لا تأخذ أي قرار، يعني القرار بيبقى ممكن يبقى مش قرار صائب. عند الغضب ممكن الإنسان يقسم بالله سبحانه وتعالى، حدث مشاجرة، نزاع، خصومة بينك وبين فلان، فأقسمت بالله ألا تكلم فلان طالما كنت على قيد الحياة. ممكن ده نتيجة الغضب، ولما الإنسان يسكن كده الغضب يذهب، يلاقي القرار ده ما كانش قرار صواب أو رشيد. برضك السنة راعت هذا الأمر، راعت طبائعنا، راعت إن الواحد ساعة الغضب ممكن يتفوه بأمور أو يقسم بالله سبحانه وتعالى ألا أفعل الخير. هو الغضب كده، لذلك انتبه ألا تأخذ قرار حال الغضب لغاية لما يسكن الغضب، خذ القرار. وهذه القرار هو هيحلف الإنسان أنه لا يكلم فلان طالما كنت على قيد الحياة. طب ده هو ممكن يكون قريب لك من صلاة الأرحام، تقسم إزاي كده؟ هتقسم إزاي بس ساعة الغضب؟ فكم من رحمات الله عز وجل أن كان لنا المخرج من هذا الأمر. سلم يحلف على شيء وجد أن غيره أفضل منه أو خيرا عنه، فيأتي الذي هو خير ويكفر كفارة يمين. هذه من رحمات الرب سبحانه وتعالى. يعني الأحكام ساعات بنقولها كده وخلاص، لما بيجي يستفتيني كده أنا حلفت على كده على كذا، أنه هو ما يذهبش إلى أمي نتيجة أن هي أغضبته مثلا، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ خلاص نقول له الحكم هو أنك أنت تكفر كفارة يمين، ولابد أن تأتي صلة الرحم، يعني صلة الرحم. لكن إحنا ما بندققش النظر في هذه المنن والرحمات. هذه رحمة من رب سبحانه وتعالى، رحمة من رب سبحانه وتعالى. ما تنظر كده إلى حكم الظهار، هذا رجل ظهر من امرأتي قال أنت علي كظهر أمي. طب لما أنا أعمله بما قال خلاص تحرم على المرأة، احنا هنقوله على ذلك لم نفتر عليه، ده هو اللي قال كده، يعني هو اللي بادر وقال أن امرأة علي كظهر أمي،
يعني امرأته شبهها بأمي أو بابنتي أو بأختي، دي محرمات من النكاح طبعا من النساء. فهو على ذلك لو احنا هنعامله بالقول بتاعه ما ظلمناه، ما ظلمناه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل المخرج من ذلك رحمات. ما تقول لك بقى نقول لك ده عتق رقبة، أو لو لم يكن رقبة موجودة مثلا هيصوم شهرين متتابعين، كل ده من قبل أن يتمسى، مش لا يقوى على الصيام، يبقى طعام 60 مسكينا، يبقى دي رحمات من رب، يعني رحمات عشان تحل له الزوجة، فكانت رحمات. وإلا لو كانت بقى هيعامل بقول بما قال، يبقى هتحرم عليه حرمة أبدية هو. لكن دي من رحمات الله عز وجل، مع أن ساعات تشوفها كأنها عقوبة شديدة جدا، عقوبة ده العقوبة دي بالطاعات، وعقبة كده بالجلد ولا بالحبس، ده عقوبة بالطاعات، يا لها من عقوبة، يعني حتى بتعود الإنسان بعد كده على هذه الطاعات. لكن المقصد من كده انظر إلى المخرج، المخرج يعني ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير، الله تعالى هو الذي خلق الإنسان ويعلم طبائع الإنسان، ويعلم الإنسان ساعة الغضب ممكن يتفوه بكلام يضيق على نفس الحياة، يعني بيضيق على نفس الحياة. طب المخرج إزاي؟ فالله عز وجل جعل لنا المخرج. نقول هذا إحسان من رب سبحانه وتعالى، إنعام، رحمات. تنظرش بقى دي عقوبة، لكن دي سعة، يعني هذه سعة، يبقى وبالتالي عشان يزال أثر الكلمة يبقى تحتاج إلى كذا. حنث في يميني، يبقى نقول لك إطعام 10 مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة، إن لم تجد تصوم 3 أيام. يبقى طب كلها إيه؟ ما فيهاش عقوبة كده ضرب بالصمت على ظهري، لكن عتق رقبة، إطعام 10 مساكين كسوتهم، ما وجدش كده أحد هذه الثلاث، يبقى هيبقى إيه؟ ينتقل إلى يصوم 3 أيام. كلها عقوبات إيه؟ دي بالطاعات، كلها كلها عقوبات بالطاعات، يعني على ذلك تنزيه ورفع للإنسان وسمو ورقي للإنسان. وكذلك أيضا مخرج، يعني ننتبه كده أن هذه أحكام يعني فيها إحسان من رب سبحانه وتعالى، رحمات وفضل عظيم من الله عز وجل أن جعل لنا ذلك المخرج. تخيل أنه طب ما حلف على هذا اليمين وهو ما يكلمش أخوه، طب وبعدين إيه المخرج؟ لو لم يكن السنة بينت هذا الأمر يقف الإنسان حائرا كده، حائرا لا يدري ماذا يصنع. لكن السنة قالت لنا لو حلف على شيء وجد غيره خيرا منها فليأتي لذو خير ويكفر كفرتين. بنقول يسر، يعني هذا يسر ورحمات وفضل من رب سبحانه وتعالى، هذا فضل، وكان فضل الله عليك عظيما. نكتفي ذلك القدر ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى كلام عن باقي هذه الروايات إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.